باشمهندس، كان فيها ايه العربية؟ أنا صلحت العيب اللي كان بيخليها تقطع، بس الموتور مفوت خالص رافض بيه. أنا أفضل لو تعمل لها عمرة وتاخدها كأنها لسه جديدة. طيب، يلا وريني شطارتك بقى. حضرتك تؤمر يا فندم. الله، كانت خردة بقى يا باشمهندس. أنا وعدت سعادتك إنها هتخرج من تحت إيدي كأنها لسه جديدة. بس يا خسارة، ما طلعتش عند حسن ظني. ليه يا فندم؟ إزاي يا باشمهندس تجي لك الجرأة تقدم لي مقايسة وكمان عايزني أدفع فلوس؟ نظام الشركة كده يا فندم. نظام الشركة يمشي على عملاء بس، مش عليا أنا. عربيتك دخلت الورشة ومطلوب لها عمرة موتور. ما افتكرش أكون غلطان ما أقدم لك مقايسة. يبقى دبور زن على خرب عيش. حضرتك بتهددني؟ أنا بلفت نظرك لوضع غلط أنت حطيت نفسك فيه. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل انزل الورشه اشتغل في العربيه، عاوزها تكون خالصه في اقل من اسبوع. فاهم؟ بتنطح في مين يا محمود؟ هو انت برضه قد الناس الكبار دول؟ ايوه قدهم، بالحق والقانون قدهم. يا اخويا ما تنشفش دماغك وشوف مصلحتك فين. يجرى ايه يعني لما تغير له قطع الغيار وتصلح له العربيه ما دام عضو مجلس اداره ويقدر يحميك؟ اللي انت بتقوليه ده اسمه سرقه من المال العام. يعني انت هتكون حريص على المال العام اكتر منه؟ عايزانا خالف ضميري واسمع يا محاسن. عايزك توطي الريح لما تكون شديده يا محمود. لا مش هيسيبك تقول لا. هقولها حتى لو اضطريت اقدم استقالتي. ايه يا مرس ده في الشركه بعت لاجل عشان جرد؟ جرد ايه؟ لسه بدري على جرد سياره من قطع الغيار. ده لسه بدري قوي على جرد سياره. هما فين؟ هما قاعدين في مكتب سيادتك. طيب خد بالك انت لغايه لما ارجع. والعجز ده جه منين يا محمود؟ مؤامره حقيره دبرها رأفت بيه. مش قلت لك ما تقفش قدام الريح؟ ما سمعتش كلامي؟ معلش انا هعرف ازاي اثبت براءتي في التحقيق. هم هيحققوا معاك؟ مش كده وبس، دول وقفوني على العمل لغايه ما ينتهي التحقيق. يا لهوي. انا بقول نبيعها ونخلص من همها. لا لا ولا انت فاضيين، والارض يا محمود زي ما انت عارف عايزه اللي يواليها باستمرار. اسمع كلام اخوك يا محمود، هو عنده حق، ما بتجيبش همها واحنا مش فايد علينا حاجه خالص منها يا اختي. كل خيرها للفلاحين. مساكلي يا حبيبتي. تعيش يا ست زنوبه. قلت ايه يا اخويا؟ موافق تبيعها ولا لا؟ ما انتش موافق يا حبيبي. بلاش والله يا رياض، اللي تشوف فيه المصلحه اعمله. انا في ازمه ومحتاج فلوس. يبقى على خيره الله. مبروك يا محمود، مبروك يا اخويا. ايه دول؟ دول شوية طلبات يا حبيبي عشان تشتريهم لي وانت راجع. بس دول كتير قوي يا سمسم. يا سلام يا محمود، حلاوة بيع الأرض ولا أنا ماليش نصيب فيها؟ يا حبيبتي أنا والفلوس كلها تحت أمرك. أول ما آخد نصيب النهارده من الرياض هشتري لي كل اللي أنت عاوزاه. أي حاسب على الوقت. وأنت كمان يا شقي هجيب لك كل طلباتك، بس يلا بقى ما تزرجنش، تعبت ماما قوي. سلام عليكم.